وفي قطاع الخدمة العامة، تفقد مدير عام صحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان الرزوقي مستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى بلد العام للمرضى من جميع مناطق القضاء، مشيدا بمستوى الأداء بعد الاستماع لشهادات من المراجعين. وأكد رزوقي مواصلة العمل لتأمين أحسن الخدمات العلاجية، فيما أعلنت العيادات التخصصية المسائية في مستشفى تكريت التعليمي عن توفر فحوصات إيكو القلب وبأسعار رمزية تبلغ 5000 دينار للمريض الواحد من الساعة 4 عصرا وحتى 8 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن التوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي بمتابعة المؤسسات الصحية، اليوم كانت زيارة إلى قطاع بلد مركز الصحي في حي الزهراء. تابعنا تواجد الأطباء والكوادر الطبية والصحية والإدارية، تواجد الأدوية والمستلزمات الطبية مستواها جيد جدا، كافة الأدوية المستلزمات الطبية اللقاحات أطباء الأسنان مستلزمات الأسنان الحشوات كلها متوفرة، المواد المختبرية الحمد لله وشكر المركز الصحي جيد جدا، يقدم خدمات طبية لعدد سكان كبير من المناطق المحيطة بهذا المركز الصحي. بالإضافة إلى زرنا إدارة القطاع، التقينا بمدير القطاع، تابعنا الواقع الصحي في قطاع الرعاية الصحية الأولية. الحمد لله وشكر القطاع يقدم خدمات طبية وصحية متقدمة، وإن شاء الله نطمح أنه يستمرون بهذا العمل وجدي لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية.